زي ما انتم شايفين احنا في ساحة أثرية جميلة جدا. هنا بيت العود اللي ماسكه فناننا الجميل والكبير نصير شمه، جنبه بيت اسمه بيت وسيلة، كان ساكن فيه سيدة اسمها وسيلة ما نعرفش عنها حاجة غير انه البيت بتاع تحول الى بيت الشعر. وبعدين بقى هنا زينب خاتون، بقى ده البيت اللي احنا جايين له والحكاية اللي هنحكي لكم. بس هي زينب خاتون بقى ايه، البيت ده كان مبني سنة 1486، بنيته السيدة شقراء هانم حفيدة حسن ابن ألوون، حفيدة السلطان طبعا حسن ابن ألوون. اتبنى سنة 1486، قعدت فيه 1517، وبعدين البيت اتنسى شوية، رجع اتطور بعديها بشوية، وبعدين في أوائل القرن 19 اشتراه عمك محمد الألفي، مشاكله كتير قوي الألفي دوت، وأهداه لزينب خاتون اللي هي كانت المفروض تبقى عبدة، هو مشتريها لكن قرر يديها البيت ويطلق حريتها، فراحت متجوزة أمير. بس خلي بالك محمد الألفي ده أصلا لما جه مصر كان مشتريه مملوك كبير اسمه جويش، بس في التاريخ يسموه المجنون لأنه كان رجل سفيه يعني عصبي، وليه في حكاية المجون شوية. احنا في بيت بقى السيدة زينب خاتون، هذه السيدة سيدة عظيمة. الأوضة دي هنرجع لها في آخر التقرير، لأن هنا يعني الأثر اللي تركه أو تركته ست في هذا العمل العظيم في الأوضة الصغيرة دي. لقوا حاجة أثبتت قد إيه زينب خاتون كانت سيدة عظيمة. أما عمك الألفي بقى ده اشتراه عم جويش، وبعدين كان سفيه وعنده مجون واتخانقوا، والألفي كان عصبي كمان شوية، فباعوا للغزاوي اللي هو اسمه تيمور لنك. ومن الغزاوي بعد شوية كده برضو الألفي عنده مشاكل، لكن هو مملوك كبير كويس. فهو اشتراه بكام بقى على فكرة؟ اشتراه بألف أرداب بغلة، خد 1000 أرداب بغلة واشترى بيها عمك الألفي. وبعدين اداه هدية لمراد بك كبير، مش علي بك كبير، لمراد بك كبير. عمك الألفي يبدو أن السيدة زينب خاتون كانت سيدة جميلة زي شجرة الدر كده، فراح عمل لها البيت ده وأطلقها حرة. وجت زينب خاتون هنا وعاشت زي أي سيدة مصرية، يعني عايشة كويس كله تمام، واهتمت بالبيت وطورته. في أوضة اسمها أوضة الولادة، قال إيه كانوا يعملوا أوضة كده زي أوضة العمليات، في مكان تقعد فيه الست، وبعدين لما تولد تقعد 40 يوم هي والعيل في المكان حفاظاً على العيل. متقدمين جداً، ما عندهمش مستشفيات طبعاً زي دلوقتي. البيت زي ما انتم شايفين اتجدد في التسعينات، يعني في حملة عملتها الآثار المصرية، والحاجات دي كلها لابد إن احنا نقف عند وزراء الآثار في الفترة دي، ونقف عند فاروق حسني، ونقف عند السيدة سوزان مبارك. أنا قلت اسمها يجي 20 مرة في الحاجات الأثرية لأنها كان ليها دور مع اليونسكو، عملوا زي ما انتم شايفين أنقذوا هذا الأثر. شوفوا البيوت كانت عاملة إزاي. بس إيه رأيكم بقى إن زينب خاتون دي اللي جوزت أمير اسمه أظن الخربطلي حاجة زي كده تحولت إلى مناضلة؟ إزاي القصر ده تحول إلى نقطة مهمة تحول زينب خاتون من مجرد امرأة يملكها شخص ثم أعتقها ثم تزوجت أمير، ممكن كانت تعيش وتخلف عيال وتموت ولا نحس بيها. الست اللي عملت حاجة ما حدش عارفها، حبينا نكون في بيتها
ونحكي لكم الحكاية. اسمها ايه بقى؟ الصالة الصيفية. كان عندهم مكان للصيف ومكان للشتاء. ست زينب خاتون كانت بتقعد بقى في القعدة الصيفية دي بقى، ويجيبوا مطربين ويتبسطوا. وكان هذا يكفيها، يعني من ست زي ما قلت لكم عبدة نقلت لكذا بقت أميرة. ألا يكفي هذا؟ يكفي ويزيد. لكن عرضت حياتها لمخاطر جسيمة. يعني الفرنساويين كانوا هنا في الأزهر ودخلوا عملوا قلة أدب ودخلوا بالحصانة، وانت عارفين القصة المأساوية دي. لكن هي قررت تعمل بيتها مستشفى للجرحى والمصابين في معاركهم مع الفرنسيين اللي استطاع الشعب المصري ان هو يطردهم، يعني طرد عظيمة بمنتهى القوة. وكان في الناس اللي بتقاوم منهم زينب خاتون الأميرة، عشان ما تفتكرش ان المدافعين عن الوطن لازم يبقوا شقيانين وتعبانين. لا بالعكس، في ناس ممكن تكون في مستوى معيشة كويس جدا ويبقى كل هدفها انها تحافظ على الوطن جميل وفيه عزة وفيه كرامة. أميرة مصرية، من عبدة لحرة لأميرة لبيت فخم لعز. تعرفين الأميرة زمان كانت تبقى عاملة ازاي؟ دلوقتي يعني خدم وحشم، كان في عبيد بقى وهيصة، يعني ما ترفعش اصبعها كده، كله تحولت إلى مناضلة. عملت بيتها مستشفى ومقبرة من أجل بلدها، من أجل أن تحافظ على الوطن ده كريم وعزيز. يا خبر أبيض، في ناس بتحب الوطن كده. القصة هي دي أوضة العزة والجدعنة والشهامة، جدعنة الستات. أنا ما أعرفش الخربوط اللي كان موقفه إيه جوزها، لكن ثابت ان هي ده بيتها وان هي اللي عملت كده. وهتلاحظ ان في الحته دي في فتحه متغطيه بطوبه مختلفه، يبدو ان هي ما كانت طبعا ما كانتش بتحطهم هنا، واضح ان دي هنا كان في حاجه فتحه لقوا فيها الناس المتوفاه، الشهداء دول شهدائنا، شهداء المصريين اللي قاوموا الفرنسيين. شيء بديع. حتى الاوضه دي تحس انها مش اوضه، مش تربه يعني، ولا حاجه، فيها شغل وفيها حاجات حلوه وكل حاجه. واضح انها كانت اوضه مخزن مثلا ولا حاجه، وحولتها سيده مصريه بكل شجاعه وكل تضحيه. وعلى فكره ما حدش عارف، يعني لما مشي الفرنسويين ما حدش قال الست دي عملت، الست دي سوت، لا 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 خالص، ما قالتش حاجه، لانها من العشاء. خلي بالك احنا عندنا عشاء كتير في الخلق. عشاء ايه؟ عشاء الحق. هنا في الأوضة دي كانت بتخش هي وشغالينها يحطوا الجرحى المتوفين أو الشهداء وتدفنهم وتقفل الباب وتستمر في المقاومة. زي ما قلت لكم سيدة من مصر، سيدة جميلة. عشان تعرف إن في فرق كبير قوي بين كلام كتير والفعل الحقيقي.